السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهمته ان هو يعمل لك توليد لقصص بالذكاء الاصطناعي، قصص خاصة بالاطفال قبل النوم. لو انت مزنوق في قصة ومصرين ما يناموش غير لما تحكي لهم حدوتة، فالموقع دوت ممكن تقول له احكي لي حدوتة، فيبدأ يشغل لك حدوتة زي ما انت عايز وخاصة ليك. يعني هو مش بيدور على النت، لا، بيعمل لك حدوتة خاصة بيك تقدر تحكيها للاطفال. ممكن نيجي هنا نقول له جيت ستارت ناو، وبعد كده بيقول لك انت بتفكر في حدوته عن ايه. فمثلا ممكن تقول له ليون ويز مثلا دوج. انا ما اعرفش القصه ايه. لو انت مش بفكر في حاجه ممكن تقول له ام فيلينج لاكي، يعني انا حاسس ان انا محظوظ، اكتب اللي انت عايزه، او تقول له جنريت ستوري فيبدا يعمل لك القصه. او حكالنا القصة هوت، تمام. وعندي هنا انت تقدر تحط كريت كاركتر، ممكن تبدأ تخترع شخصية موجودة مثلا القصة دي، وبيبدأ بقى يعمل لك الصور ليها. تخيل ان انت ممكن تاخد قصة من دول وتظبطها وتروح رافعها على اي موقع من المواقع اللي بتبيع كتب و بيست سيلر، في فعلا قصة حد عملها بالذكاء الاصطناعي وكسبت افضل كتاب، يعني ناس كتير اشترتها وعجبت ناس كتير، حقيقة اعلى مبيعات. عمل لنا صورة الاسد اهوت، شكله جميل، وصورة الاشخاص اللي موجودين في قلب القصة بالشكل دوت. هو عمل كل واحد فيهم الشكل بتاعه. هنا الكاركترز اللي كانت موجودة، الاسد والكلب والبومة، معرفش ايه دورها في القصة، مقريش القصة لسه، تمام. دي في امكانيات اكتر، بس دي طبعا بفلوس. فاتمنى تكون القصص حلوة ان شاء الله.